محافظ حلب وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي يتفقدان عددا من المراكز الامتحانية في المحافظة، مؤكدين على توفير الأجواء الامتحانية المناسبة للطلاب. تفقد محافظ حلب وأمين فرع الحزب عددا من المراكز الامتحانية في المحافظة، مؤكدين على توفير الأجواء الامتحانية المناسبة للطلاب الذين يصرون على متابعة مسيرة العلم والدراسة ليساهموا في بناء وتحصين الوطن. قمنا بجولة تفقدية على عدد من المراكز الامتحانية وتابعنا سير العملية الامتحانية وأكدنا على ضرورة تأمين الأجواء الإيجابية لأبنائنا الطلبة. طبعا نحن حريصون على إنجاح العملية الامتحانية في مدينة حلب والسير بالشكل الصحيح. الامتحانات في هذا العام تكتسب أهمية خاصة أنها تأتي بعد انتصار حلب ودحر الإرهاب والإرهابيين، ونحن الآن في مدرسة في حي الصاخور كانت مقرا للإرهاب والإرهابيين، الآن هي مشاعل نور أو مدرسة للعلم والمعرفة. الأمور تسير بشكل جيد، عناصرنا موزعة على كافة المدارس، الحالة الأمنية جيدة والوضع آمن ولا توجد أي شكوى أو أي ملاحظة. نتمنى التوفيق والنجاح لطلابنا من محافظة حلب. شكرا. جلنا بعدد من المراكز الحمد لله، الأجواء مطمئنة، الطلاب مرتاحون، مستوى الأسئلة متوسط، الأسئلة شاملة، هناك ارتياح من قبل الطلاب لواقع الأسئلة. نحن الآن في مدرسة غزة التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب، وحاليا عادت إلى بيت العلم ويشع منها النور والعلم والمعرفة إلى أبنائنا الطلاب. تمنياتي لهم جميعا بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. بلغ عدد المتقدمين لامتحانات شهادة التعليم الأساسي في حلب 29,350 طالبا وطالبة موزعين على 186 مركزا امتحانيا، كما تم تجهيز 6 مراكز استضافة للطلاب القادمين من ريف المحافظة تستوعب 1200 طالب.